مرحبا بحضراتكم وبرحب بضيفنا الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة ام بي سي مصر، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا بالسادة المشاهدين معنا. في البداية عايزين نتعرف في اطار مبادرة تقديم الثقافة عبر الانترنت ووسائل التواصل في ظل أزمة كورونا الحالية، ما هي خطة المركز القومي لثقافة الطفل في الوصول بأنشطته للأطفال؟ والله هي كل المؤسسات الثقافية وغيرها في الحقيقة ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 719 بعدم وجود تجمعات بأي شكل من الأشكال، فكان لازم ان احنا نلتزم بده ونبحث عن بدائل اخرى لإزاي نوصل الخدمة الثقافية للأطفال بطرق أخرى غير اللي هي التجمعات. فكان عندنا حاجتين اتنين، الحاجة الأولانية ما أنتجه المركز سابقا وما ينتجه المركز عن بعد وعن طريق أن الناس بتنتجه في أماكنها أو في بيوتها أو بقدراتها الشخصية في عن بعد زي ما احنا بنقول، وبعدين نيجي بعد كده نعرضه على وسائل أو على المنصات الإلكترونية اللي هي اللي موجودة عندنا. ففي عندنا أشياء منتجة أساسية زي موجودة على سبيل المثال في مسرحية الفيل المتمرد تأليف السيناريست وليد كمال وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي، أيضا عندنا مجموعة من الأغاني ومجموعة من الفيديوهات ومجموعة من الأفلام اللي كانت موجودة عندنا واللي قلنا إحنا هنقدم ده للأطفال عن طريق المنصات الإلكترونية. الجزء الثاني المهم بقى اللي هو ما أنتجناه خصيصا للأزمة اللي إحنا اللي موجودين فيها ده. بعد ما حددنا ايه المنتج اللي احنا هنقدمه هنشتغل عليه، بدأنا نبحث على المنصات بقى الالكترونية اللي هو سؤال حضرتك اللي احنا نقدم عليه هذا المنتج، لان احنا قلنا المسارح موجودة، اللقاءات موجودة، الحديقة مش بتستقبل حد، الحديقة الفنون مش هنستقبل فيها، اذا لابد ان احنا نبحث عن الاشياء البديلة. فكان رقم واحد اللي هي الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيسبوك، ودي صفحة فيها عدد كبير وكويس جدا فنقدر نقدم عليه. أيضا صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل وهي إنتاج وهي تقدم ما أنتجه المركز القومي لثقافة الطفل من كتب بنقدمها عليه. أيضا عندنا موقع المركز القومي لثقافة الطفل أيضا، فده يعتبر منصة ثالثة. وكان في منصة رابعة مهمة جدا وهي قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، ودي ما كانتش مفعلة قبل 10 أيام بشكل جيد، فكانت هي دي في الحقيقة كلمة السر في اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فبدأنا نعد برنامج من كل المنتجات اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي في اللحظة اللي فاتت علشان نقدم كل يوم برنامج على قناة المركز القومي لثقافة الطفل من الساعة 3 إلى الساعة 5 كل يوم، وبدأت الأطفال تتابعنا وزادت عدد الاشتراكات، مش عايز أقول لك أكتر من 5-6-7 أضعاف العدد طوال السنين اللي فاتت دي من غير ما نحدد أرقام يعني، بس عدد زاد بشكل كبير جدا، تمت المتابعة بشكل كبير. حضرتك اتكلمت على عدد من الأعمال التربوية والتوعوية اللي بتقدموها للأطفال، سؤالي لحضرتك إزاي بيتم اختيار هذا المحتوى؟ هو طبعا اختيار المحتوى ده له أصول، وهو إن إحنا لما بنحب ننتج مسرحية على سبيل المثال بيتقدم لنا الكاتب أو إحنا بنحط إيدينا على النص، بعد ما بنحط إيدينا على النص بيبقى في لجنة للقراءة، بعد ما بتجيزوا اللجنة للقراءة بنبدأ على طول إجراءات تنفيذ العمل. ده يخليني أسأل حضرتك، هل هناك فيديوهات توعوية بيتم نشرها لرفع الوعي لدى الأطفال عن فيروس كورونا؟ نعم، هو ما نقول لحضرتك هي يعني ده موجود بس ده إنتاجنا إحنا، يعني إحنا ما بنشيرش على قنواتنا انتاج اي حد خالص، حتى ايه يعني احنا بنشير على قنواتنا انتاج المركز القومي لثقافه اللي احنا عاملينه بايدينا يعني اللي اولادنا عاملينه. فالفيلم الاولاني احمي نفسك، الفيلم الثاني قوي مناعتك، الفيلم الثالث اللي هو طفله تتحدى كورونا للفنان جلال الدين جمال. تم عرض اكتر من عمل لحد دلوقتي منهم الفيل المتمرد وابلة عطيه وغيرها من الاعمال، عايز اعرف من حضرتك حجم تفاعل الاطفال كام تقريبا؟ هو التفاعل كويس قوي، يعني انا بقول لحضرتك ان لو كان اقصى حاجه هتجيبها في الحديقه 500 طفل مثلا، لا انت بيشوفك ما يقرب من 50,000 طفل في مصر كلها، مش في القاهره بس ولا في السيده زينب بس ولا في الجيزه بس، انت ممكن تكوني واصله للعدد ده بحجم التشير الالكتروني اللي احنا بنتكلم عليه ببساطه شديده جدا. هقول لحضرتك حاجه، القناه بتاعنا او الصفحه الرسميه عليها ما يقرب من 13,000، وصفحاتي انا شخصيا عليها 5,000،
فتعملوا متوسط لكل زميل من مجموعة العمل اللي هم العشرين اللي موجودين دول في ثلاثة، يبقى دي 60,000، وحوالي صفحاتنا اللي موجودة 20,000، يبقى ده حوالي 80,000. ولو حسبتها بالراحة كده من غير ما تشيري، لو عملتي دايرة تشير انت ممكن توصلي ببساطة شديدة ل 100,000. ممكن اللي بيشوف بيعلق او ما يعلقش، انما بتكلم على فكرة اللي راحت له. حتى هنا بيقول لك وصل لكام، وصل لكام، دي هي الصفحة بتوصل لكام. ممكن حد يشوف، ممكن حد ما يشوفش، ممكن حد يهتم، ممكن حد ما يهتمش قوي، ممكن يعرف بس العنوان. إذن أنت قدام اختيارات، يعني وانت بتعملي ده على المنصات الإلكترونية أنت طرح نفسك وفي بدائل وفي اختيارات لده. طب خليني كده نروح يعني لدور المركز القومي لثقافة الطفل في تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. هو طبعا في حاجتين اتنين احنا عملناهم او ذوي الاحتياجات اشتغلوا فيهم معانا. الدور الاولاني وهو ان هم عملوا حاجه اسمها فيديو. الفيديو ده بعنوان في البيت قاعدين مش نازلين، حسين ومنى ومجموعه من ولادنا ذوي الاعاقه اللي هم احنا عندنا هنا في الحديقه الثقافيه إدارة لذوي الاحتياجات الخاصة بتشرف على الأستاذة منال ومعها الأستاذة أوجيني، وعملوا لنا فيديو حلو قوي نزلناه لقى قبول جيد جدا. الحتة التانية إن إحنا بمناسبة بقى الاحتفال بأسبوع الصم العالمي، ومصر في الحقيقة مهتمية بده، وزارة الثقافة بصفة خاصة، وطبعا في اهتمام كبير على يعني عايز أقول على مستوى الدولة، هيبقى في احتفال كبير بده إن شاء الله. وحتى لو إحنا ما كانش موجود على الارض الواقع احنا نقدر نعمله في الواقع الافتراضي، فاحنا حولنا وترجمنا ان شاء الله نكون عدينا الازمه باذن يعني. الله هنترجم من كل حاجه حاجه على اساس يبقى في نموذج ايضا للايه لذوي الاحتياجات الخاصه. ايه هي التفاصيل الخاصه بملف 100 حكايه وحكايه؟ يعني لو حضرتك تكلمنا عن الجزئيه دي بتفاصيلها. والله 100 حكايه وحكايه، اولا احنا عندنا مشروع نشر كويس جدا. مشروع النشر ده في حوالي 6 أو 7 سلاسل تم تصنيفها على أساس أن أنا أبقى عارف بقدم مين والفين. أولا أنا مركز بحثي ومركز قومي، فعندي مسؤولية بحثية. المسؤولية البحثية دي لازم أعمل أبحاث ولازم أنشرها في الوقت نفسه. فبقى عندي في الحقيقة يجي 3 أشياء تحت المسمى دي. في حاجة اسمها مجلد ثقافة الطفل، ده هيطلع منه عدد قريب إن شاء الله خلال الأسبوع ده. وفي عندنا بإذن الله سلسلة اسمها سلسلة بحوث ودراسات أدب الطفل، هيطلع كتابين للدكتور فاروق إبراهيم عن حوليات سينما الطفل، وكتاب للدكتورة هبة عبد الفتاح إن شاء الله رسالة دكتوراه عن الأستاذ يعقوب الشروق. أيضا في حاجة اسمها سلاسل للتوثيق، يعني إحنا بنعمل معجم لأدباء الأطفال، وبنعمل أيضا معجم لرسامين الأطفال، وعاملين سلسلة لتاريخ مصر، يعني حاجة اسمها مختصر تاريخ مصر، يعني تمسك الكتاب تقعد تقريه تحط ايدك على أماكن مختلفة وكثيرة من تاريخ مصر. أيضا سلسلة رموز مصرية، يعني احنا السنة دي نزلنا العقاد ونزلنا الدكتور علاء حمروش، وده واحد من رؤساء المركز التاريخيين المهمين طبعا جدا، اللي تركوا بصمة محترمة على المستوى الإنساني وعلى المستوى العمل الثقافي بالنسبة للأطفال. وفي كتاب كمان عن الدكتور العظيم الدكتور مجدي يعقوب عاملاه الأستاذة إنجي مدثر، ده سلسلة اسمها سلسلة رموز مصرية. عندنا بقى دايما دور النشر ما بتنشرش نصوص الأطفال مسرح الطفل تحديدا، لأن في تصورهم إن هم ما بيوزعش، فعملنا احنا سلسلة اسمها سلسلة مسرح الطفل، فيها 3 أعداد نزلوا لسعيد حجاج و السيد فهيم وهاني أدري، وإن شاء الله في عددين قادمين للأستاذة فاطمة المعدول والأستاذ أحمد زحام في الفترة، بالإضافة بقى إلى سلسلة مفتوحة بقى للقصة والرواية القصيرة والشعر، ودي طلعنا منها حوالي 13-14 كتاب. في اللحظة اللي احنا اللي موجودين فيها هل ممكن الاستفادة فيها؟ طبعا استفدنا بيها بطريقتين، اللي هي حولنا الكتب دي البي دي اف وبتنشر على صفحة إصدارات، صفحة تانية اسمها إصدارات المركز القومي، وأيضا بتنشر على صفحة المركز القومي لثقافة الطفل، زائد تحويلها إلى صورة كتاب مرئي مسموع. مسمع طبعا مشاهد، وده احنا اللي هي سلسلة بقى 100 حكاية وحكاية. أعتقد أن 100 حكاية وحكاية دي هتبقى حكاية بعد كده، لأنك أنت الكتاب أنا مهمتي اللي أنا بطلع ده للناس
مجانا، مش ما عنديش بيع بالمعنى المفهوم يعني، ما ببيعش. فمسؤوليه اللي انا اوصل الثقافه للاطفال في مصر كلها. فانا لو ورقي هتطبع ايه 1000 نسخه، فانت في النهايه مش هتوصلي. صحيح. انما دلوقتي بالسياقين الموجودين دول انت حققت الهدف الاساسي للمرجع. أسرع. طبعا ان ده انتشار اكبر واوسع وافضل كمان، ومش عايز اقول واكثر تشويقا ودعوه للطفل للمشاهده. يا عم انت مش عايز تقرا، طيب انا هفرجك عليه، فهيتفرج عليه وهو بيتقري. فلو بيحب السمع هيغمض عينه ويسمع، لو بيحب يتفرج يبقى هيتابع الصوره، وهكذا. اتكلمنا عن عدد من الاعمال المختلفه اللي حضرتك طرحتها علينا، لكن هل سيتم انتاج اعمال جديده في خلال الفتره القادمه حتى يعني لا يصاب الاطفال بالتكرار او الملل؟ بالتاكيد. يعني انا قلت لحضرتك مثلا ان احنا لسه في جعبتنا ما شافهمش الاطفال في ثلاث حاجات ما تعرضوش لسه على في اللي هي حكايات جده، ده اتشاف منه حلقه، في حكايات الدكتور جلجول، في دقيقه من فضلك، دي حكايات لسه، ده برامج لسه ما اتشافتش يعني، لسه هتتشاف منها الحلقات الاولى. والحلقات التانية اللي موجودة ما هياش هنقعد نعيدها، لا ده احنا بننتج حلقات جديدة. يعني ايه؟ يعني شوفي، واحنا يعني في استمرارية طبعا وفي تجديد طول الوقت. طبعا ولن نتخلى، يعني لن نتخلى عن هذه الفكرة اللي احنا حاطين ايدينا عليها، واللي المحنة دي حولتها الى منحة بالنسبة لنا، وهو المنصات الالكترونية اللي احنا حاطين ايدينا عليها، مش هنسيبها ابدا، وهنظل نشتغل بك، لان ده في النهاية هنقول ايه؟ ادوات الواقع الحقيقي مش الافتراضي. يا جماعه ما عادش واقع افتراضي، ده بقى واقع حقيقي. دايما السؤال اللي بيشغل بال اولياء الامور بشكل كبير هو ازاي اتعامل مع اولادي، ازاي اتعامل مع اطفالي. حضرتك من وجهه نظرك ككاتب وكاب، ازاي نقدر نوصل رساله للاباء ازاي يتعاملوا مع اطفالهم خلال الفتره دي؟ هو في الحقيقه احنا في حاجه بتعملها الدكتوره صفيه اسماعيل في هذا الامر، نعمل ايه مع اولادنا في كثير من المسائل التربوية والنفسية وإلى آخره يعني. ولكن إحنا دلوقتي في بيوتنا، أنا بتصور إنك بننظم وقت الأطفال على قد ما نقدر، بنديهم حرية أكتر في الكلام والتعبير ووجهات النظر، في حاجات هم كانوا مفتقدينها بعدم وجودنا معاهم. لابد إن إحنا ما نروحش نقعد بقى في اوضتنا او نمسك جورنالنا او الموبايل بتاعنا ونحط عينينا فيه طول الوقت، لا، فكره للكلام. يعني حاله الخرس الاسري اللي كان موجود هي فكره التباعد الاجتماعي، لا، هو التقارب الاجتماعي جوه الاسر اللي كانت متباعده اصلا. يا جماعه بصوا، احنا دلوقتي كانت الاسره فيها 5، بنطلع الصبح الاب والام كل واحد رايح شغله، الاطفال او الاولاد رايحين مدارسهم وجامعاتهم وبعدين دروسهم او مراكزهم او مذاكرتهم، فبقينا ما بنتقابلش غير على وجبه او وجبتين، وجبه على الاكثر يعني، لو الاسره كلها اتجمعت على وجبه يبقى كويس. الاسره دلوقتي بتتجمع على 3 وجبات، دي فرصه تاريخيه ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى لتقارب اكثر، لاكتشاف بعدنا اكثر، لتصحيح بعض الاخطاء اكثر، لالتحام اكثر. فكره ما قيل بقى المصطلح فكره التباعد الاجتماعي، هو فكره انك ما توسعش الدائره للعيله، خليك في اسرتك دي دلوقتي. بشكر حضرتك على هذا اللقاء الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل، انا شخصيا استمتعت واستفدت جدا بهذا اللقاء، بشكر حضرتك. لا، احنا بنشكركم وسعداء بيكم، وبدعو كل اطفال مصر والعالم العربي للدخول لقناه المركز القومي لثقافه الطفل والاستفاده من برامجها المجانيه دايما بإذن الله. شكرا.